السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وسطة منسية. اليوم غادي نوجدوا واحد الحريشات ساهلين مهلين، ما فيهمش مكونات كثيرة، اقتصاديين وكيجيو زوينين وهشاش وكيجيو مشققين بحال غريبة. غنحتاجو المقادير، غندوزو المقادير ديالهم. غنحتاجو جوج كيسان علبة قياس، جوج كيسان ديال الدقيق قياس علبة، وغنحتاجو جوج كيسان تا هما ديال العنبة السميدة رقيقة، السميدة ديال الحرشة. وغنحتاجو خمارة ديال 20 غرام أو ثلاثة ديال 8، المهم 20 غرام ديال الخمارة. عندنا كاس قياس علبة زيت، كاس اللبن، أنا كيعجبني باللبن، ولا عندكم الحليب بغيتو تعملو الحليب عملو، كلشي كيجي بحال بحال. اللبن كتجي هشيشة، كيعجبني المذاق. كاس السكر، هذا كاس السكر بالعلبة الصغير ماشي الكبير، واللي بغى ينقص من السكر يزيد ينقص. بيضة، وعندي الفاني، وغنحتاجو رشة ملح، والسميدة غنحتاجو السميدة التفند، مع نقولو الحرشة ديالنا غنفندوه. صافي، هادو هما المقادير اللي عندنا. غنضيفو دابا نعملو هذا الطحين ديالنا الدقيق، وغنعملو السميدة، هنعملو بيضة، الزيت، السكر، خمارة، شوية لافاني راس معلقة أو واحد صاشي، صاشي ديال لافاني، وقبيصة ديال الملح. نخلطو السكر مع البيضة ديالنا مزيان، نضيفو اللبن ديالنا، دابا غنخلطو بالزربة بسرعة، ما تعجنوهاش غير خلطو، الا عجنتوها طلقت في السميده لا في الحرشه لا في هاد الفريشات هادو ديال الفران، ما كتعجنش، الا تعجنت كتجي هاد السميده، هاديك الطحين كيشرب. غنزيد انا شويه ديال اللبن، غير شويه اللي تتجمعنا، ها انا غنزيد شويه ديال اللبن، غير شويه خاصها تكون خفيفه شويه حتى السميده كتشرب. صافي، بحال هيدا كما كتشوفو ها كتلصق معنا هيدا. صافي، دابا نخليها ترتاح غير شويه على بعد ما نجمع المكان، نظف المكان ديالي، وعاد دوزو تشوفو معنا. حنا شعلنا الفران ديالنا يسخن، وعندوزو نكوروها، غندهنو يدينا بشويه د الزيت، ونعملوها. اللي بغى يعملها صغيرة يعملها، اللي بغى يعملها كبيرة كبيرة يعملها كلها، يعمل اللي كتعجبو، أنا نعملو متوسطين. أكورو هكدا، هادي جاتني كبيرة. أنا شكلت هاد الكمية هادي، غنفندها هكدا، وما تنساوش تشتركوا في القناة
باش نزيدو القدام. ولا عجبتكم الوصفة تبركو تواركو على الجديدة الزرقاء، وحتى اللي ما عجبتوشي ولا كانت شي حاجة ماشي مفهومة اكتبوها لي في التعاليق الا ما فهمتوشي شي حاجة. هنا كتشوفو هكدا كنتصفو الحريشات ديالنا، كنفندهم في السميدة. ها الحرشة ديالنا بعد ما شكلناهم نهدكوهم غير شوية، نضغط عليهم غير شوية ماشي بزاف، غير شوية، والفرن ديالنا يكون مسخن مزيان. ومن ندخلو الحرشات ديالنا نقصولو بوطا طيب، نقصولو شوية ماشي بزاف. ها الحرشة ديالنا ملي طابت كيفاش جات على هذا الشكل تبارك الله. ها طلع النبي، هانتم شوفوا معايا دابا عندنا الطبيصه ديالنا. اللاطه ما كندهنوها حتى بحاجه، ما كتلصق ما والو، خرجت معنا 22 حبه. ولا عملتهم صغيرين على هذه خرج لكم 24، 20 كلها وكيفاش كيبغيها. كاين اللي كيبغيها تكون كبيره، كاين اللي كيبغيها صغيره، انا كنعلم هذه. يجو غزلان نلقوتي ونفطر، يجو هشاش. هانتو ما نفتحكم واحدة، شوف كيف كتجي، كتجي مع شي شورة طبعا من داخل. شوف كيف كتجي من فوق الشهرة. نتمنى تعجبكم الوصفة ديال نهار اليوم، وما تنساوش تشتركوا في القناة باش يكون ان شاء الله المزيد من الوصفات وتشجيعاتكم. هانتوما كتشوفوها معانا، الحرشة ديالنا رائعة كتجي مشققة. يلا بسلامة، في وصفة قادمة إن شاء الله.